انا هقول لك حاضر. اتقال من 20 25 سنة لما اطرح الموضوع ده، هو احنا هنصرف مليارات على 4000 اسرة مش كده؟ قالوا ننقلوا الناس دول، قال لك ننقل يا جبريل الناس بتوع سيوة من المكان ده في حتة تانية ونوفر المبلغ ده. احنا ما عملناش كده يا جبريل. إذن ارجع بقى تاني موضوع، يبقى المبدأ العام اللي بيحكم الدولة مع مواطنيها هي ان احنا ما نقدرش نجور على حقك ولا حق اي مواطن. ادي واحد. اتنين، المصلحة احنا بندور عليها معاك لان احنا مصلحتنا بتصب في عندك انت، ما فيش مصلحة ليا ولا لأي حد تاني انه ما يعملش ده. طيب انا بقول كده ليه؟ لان احنا في ناس بتقولك ايه الارض بتاعتنا انتوا خدتوها وديتونا فلوس، صحيح، بس احنا ما كناش عايزين نسيبها. اوعى تفتكر اننا بنعمل التعويض ده وبنعمل نقل ده الا المصلحة اكبر. مثال النهاردة مينا جرجوب على سبيل المثال عشان يتعمل، ممكن يكون في الوقت ده كان في بعض التجمعات البسيطة موجودة، المهم ان هي ايه يتم ترضيتها بشكل كامل. بس في النهاية انت بتعمل مينا مش هيصب على التجمع اللي حوالين الجرجوب، لا، ده على المنطقة كلها، على مطروح كلها، على المنطقة الغربية كلها. ان شئت انك تتكلم نفس الكلام للمنفذ، القطر السريع اللي بنتكلم عليه ده مليارات الدولارات يا جبريل. طب بيتعمل ليه؟ عشان يعدي هنا، عشان ينقل جبريل بس؟ لا، عشان العمران اللي انت بتتكلم عليه عمره مش في يوم وليله بيتحقق. العمران والتنميه ناس كتير يقول لك ايه، طب احنا هنشوف امتى يا جبريل؟ مش على اهل المنطقه هنا، الناس في مصر يقولوا هنشوف امتى يعني. لا، التنمية يا جماعة بتاخد سنين طويلة، وأنا راجل بس إحنا إيه؟ إحنا واقفين ولا ماشيين؟ وماشيين لقدام ولا ماشيين لورا؟ كتنمية، لا، بفضل الله، بفضل الله إحنا ماشيين لقدام قوي، واللي بيتعمل في مصر في ظل ظروفنا دي فضل كبير قوي من ربنا.